شيكابالا عنده ولدين صغيرين، لكن مين الولدين والبنت اللي ظهروا معاه دول؟ وإيه علاقته بيهم؟ وليه الكل اتكلم عن إنسانيته معاهم؟ طلع ورا الصورة دي حكاية، فيا ترى طلعوا مين؟ شيكابالا متصدر الترند بقاله فترة كبيرة، وكل يوم والتاني أخبار وتصريحات بتتقال عنه، وآخرها اللفظ الخارجي اللي قاله المعلق حاتم بطيشة في مباراة الزمالك الأخيرة. ومع تصدره للترند انتشر صورة ليه قلبت الدنيا عليه. الحكاية وما فيها هنعرفها في الفيديو ده. من حوالي أسبوعين كده شيكابالا مر بظروف صعبة بعيدة عن المستطيل الأخضر، وكانت ظروف أسرية الأقرب الناس ليه، وده في نفس الوقت اللي مطلوب منه يلعب ويمارس حياته عادي جدا. الظروف دي كانت رحيل زوج أخته، وكتب أحد أصدقاء شيكابالا المقربين على حسابه الشخصي على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى حبيب الخلوق المحترم حبيب الجميع سعيد علي زوج أخت الكابتن شيكابالا، والعزاء في جمعية إدفو بأسوان. وللأسف في الوقت ده شيكابالا ما كانش في مصر وما حضرش جنازته ولا كان جنب أهله، وعاش أصعب لحظات حياته في تنزانيا. كان وقتها مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي كان وقتها مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في الذهاب، وتقريبا في نص سبتمبر اللي فات، واللي انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء. وبعدها كان المفروض يستعد الزمالك بمجرد العودة لمباراته أمام بيراميدز، وده في الجولة الأولى من الدوري واللي أقيمت على استاد الدفاع الجوي. لكن إيه قصة الصورة دي ومين دول؟ الصورة دي تصورها شيكابالا بعد مباراة الإياب في الدور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وده في مصر يوم 29 سبتمبر، واللي انتهت بنتيجة 4-1. وبالنتيجة دي يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. ورغم أن المباراة بقالها أكتر من كذا يوم، إلا أن لسه لحد النهاردة الكل بيتداولها وبيحكوا وبيتحاكوا على أخلاق وإنسانية شيكابالا وقلبه الطيب. الولدين والبنت بقى اللي مع شيكابالا في الصورة مش ولاده، وكل الجماهير عارفة أن شيكابالا عنده ولدين آدم ونوح، وسنهم صغير. دول ولاد لاعب كرة يد في أسوان اسمه سعيد علي، وبالمناسبة هم ولاد أخته اللي أبوهم رحل وشيكابالا كان في تنزانيا، يعني شيكابالا خالهم. ولأن الخال والد ولظروف سفره اللي مخلتوش يعرف يكون جنبهم في اللحظات الصعبة اللي مروا بيها، هو بيعتبرهم ولاده وفكر يخرجهم من حالة الحزن اللي عاشوا فيها، وعزمهم على مباراة الإياب للزمالك وأرتا سولر، وتصور معاهم ونشر الصورة على حسابه الشخصي على إنستجرام عشان يفرحهم ويخفف عنهم تعب فقد أبوهم ويحسسهم أنه جنبهم وزي أبوهم. البعض كان شايف أن ده اللي المفروض يحصل، ولو كان هو موجود وقت رحيل والدهم كان عمل أكتر من كده، وكانت تعليقاتهم زي شيكابالا قلبه ذهب وربنا يكرمه وربنا يسعده ويجازيه خير على طيبة قلبه وحنيته. والله شيكا العظيم محترم جدا، بس يخف خناقات، هاتهم يا شيكا كل مباراة وشهم حلو عليك. الصورة دي البعض اعتبرها رسالة قدر يوصلها شيكابالا بدون قصد، ان زي ما في خال قاسي على اخته وبياكل ورثها وورث عيالها، في خال حنين على اخته وولادها وداعم ليهم دايما. انتوا بقى شايفين تصرف شيكابالا ازاي مع اولاد اخته؟ هل ده التصرف الطبيعي والعادي واللي الناس المفروض تعمله مع الغرب؟ فما بالك بقى اللي من لحمك ودمك. وكان في مبالغه في ردود افعال الناس بسبب التصرفات الغير طبيعيه اللي بتحصل من بعض القرايب، واحنا زي ما تقول كده خدنا على الوحش، فبقى الطبيعي بالنسبة لنا حاجة غريبة. ولا فعلا موقف يحسب له وهو عمله ومش في دماغه أي حاجة إلا أنه يساعدهم ويفرحهم وبس؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات.